مشاهدينا مساء الخير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التاسعة مساء. النهاردة عندنا حلقة غريبة جدا بمناسبة عيد الحب. عندنا زوج وزوجة متجوزين بقالهم أكتر من 50 سنة ما شاء الله. برحب بالحاجة فاطمة، أهلا بيكي. أهلا بيك يا نائل يا ابني. وزوجها الحاج مرسي، أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. هبدأ معاك يا حاج مرسي، احكي لنا قصة الحب الجميلة ابتدت ازاي؟ والله أنا بحكم شغلي في مصنع الغزل والنسيج كان لي الشرف إني أشتغل مع الحاج عباس عم الحاجة فاطمة، وعرفت إنها بنت حلال وبنت طيبة، فقررت يعني أطلب إيدها من الحاج عباس. زي ما سمعنا قصة زواج تقليدي بدون شرارة الحب، يعني بعتبرها أقرب لعقد العمل أو البيع أو الشراء بين طرفين. يعني لا لا يا أستاذ نائل، لا ده أنا من أول ما شفت الحاج حبيته على طول، حسيت إنه هو الزوج والأب والأخ. الأخ دي بتحطك في الفريند زون يا حاج. فريندز إيه يا أستاذ؟ ده أنا عمري ما هنسى شهر عسلنا في اسكندرية. زي ما حضراتكم شايفين، الحاجة فاطمة بتتهم الحاج مرسي إن هو استرخص في شهر العسل وما ودهاش ماليزيا زي بنت عمها. يعني فكرتني يا أستاذ نائل بأيامنا في ماليزيا. أصلي أنا الحمد لله تم اختياري للسفر مع أفراد الطاقم المصري للإشراف على المصنع القطني المصري اللي في ماليزيا، وطبعا خدت الحاجة فاطمة معايا. طبعا غربة موحشة بعيد عن أهلك، وكل ده ليه؟ عشان الكارير بتاعه على حساب استقرارك وقربك لأحبائك وأهلك. شوف يا أستاذ نائل، أنا منحدرة أصلا من عائلة يعني كلها بشوات وقضاء وأطباء. يعني تقصدي أنه أقل منك، يعني أحقر أو من طبقة أحقر منك يعني. فلما رحنا ماليزيا بتعايرك يا حاج. الحاج تمكن بفضل الله ان هو يلاقي لي شغل انا وكل افراد اسرتي، واتجمعنا من تاني انا وامي وابويا وعمي. نفس العم اللي عرفكم على بعض، واضح من كلامك ان هذا العم بيتدخل في امور شخصيه وبدونه قد تفسد هذه العلاقه الهشه. يعني لا 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 يا استاذ، انا عمي كان اكتر راجل يفهم في الاصول في العالم دي كلها، وعمره ما اتدخل بينا. الله يرحمه بقى، مات من 20 سنة. طبعا مات ضحية ميليشيات الإهمال الطبي في ماليزيا اللي جوزك سفرك. لحد إمتى يا جماعة هنفضل نسفر قرايبنا لماليزيا عشان يموتوا؟ وأنا من مكاني هنا بطالب بصحب السفير المصري من ماليزيا ووقف تأشيرات الزيارة بشكل نهائي وغلق المستشفى التي استشهد فيها هذا الشهيد المصري عاشق تراب بلده. اسمها ايه المستشفى يا حاج؟ الوفاء والامل. الله، دي اللي في شارع العريش. مظبوط. امال ماليزيا ايه وبتاع ايه؟ عارف يا فندم. طبعا بنشكر اطبائنا المصريين البواسل اللي حاولوا بشتى الطرق انقاذ هذا الرجل من العبث الطبي اللي تعرض له في ماليزيا، ولكن تاتي الرياح محمله بالاتربه. يعني والله الحمد لله يا استاذ نائل، دي بتبقى اقدار، لكن انا وام العيال ناس مؤمنين. ام العيال؟ عيال مين يا حاج؟ عيالي انا والحاجه فاطمه طبعا. من اين لك هذه الثقه خصوصا مع ماضي الحاجه فاطمه يعني؟ لا يا استاذ، لا اقبل هذا الكلام. وبعدين انا صرحت الحاج بماضيه قبل الجواز وهو قال اوكي. دي بتقول عليك اريال يا حاج. اريال؟